ايوه فانا بقول له اهو لاخر مره يا اون سبورت يا مسؤولين يا محترمين اللي بيعمله احمد شوبير والشناوي والواد اللي اسمه سمير ده معلش سمير ايه ده صاير ده اسمه سمير لابوك الحكم ده واخد بالك اللي بيعملوه دوت بيكمل تاني مع الاخوان جساد عبد الحفيظ بيكملوا اللي بيعمله الكلب الهربان علاء صادق. هل تصدق يا استاذ مجدي كابتن مجدي او يا معلم مجدي الواد المجنون اللي هو بيكتب اللي بيكتب البيانات والبلاغات والخطب لان اللي بتيجي في الخطب دي يعني يقول لك ايه الدوله ضد الاهلي تقول الدوله ده فندم تاني يقول لك ايه في ناس في مصر ضد الاهلي طب ما هو نفس الكلمه طب ما تقول لنا مين مش انت عنتر قول لنا مين اللي ضد الاهلي في مصر قول لنا مين قول لنا هات لي مؤسسه في الدوله ضد النادي الاهلي وده كان تصريح طبعا او الكلام اللي قاله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رايك في الكلام ده في التعليقات ويلا بينا سريعا كده نشوف موضوع حلقتنا النهارده طبعا الشيخ مرتضى منصور اتكلم النهارده عن اكتر من حاجه كده مع الاعلامي او لاعب نجم الاهلي والمنتخب السابق كابتن مجدي عبد الغني طبعا صاحب الهدف الوحيد في كاس العالم اللي عمل عليه حوار لحد دلوقتي الحالي والحمد لله ان ربنا رزقنا بحد زي محمد صلاح عشان يخلينا ايه نقول ان في حد داري عمل حاجه يعني ولكن ما علينا في القصص دي كلها رايك في الكلام او التصريحات اللي صرح بيها المستشار مرتضى منصور اكتبه في التعليقات واشترك في القناه وفعل زر الجرس ويلا بينا نروح نشوف مين مدافع الاهلي لا مش مدافع بلاش نقول مدافع دلوقتي لان في سباقات كتير جدا بس مين المهاجم الجديد اللي وقع للنادي الاهلي هنتكلم في كل تفاصيل الموضوع ده وهنتكلم ايضا عن رحيل ريكاردو سواريش وعوده فايلر رينيه فايلر هيرجع ولا مش هيرجع هقول لك يا سيدي واحد مهاجم الاهلي الجديد اكتر من اسم مرشح للنادي الاهلي واكتر من اسم موجود على طاوله النادي الاهلي مين اللي وقع شادي حسين اما انت بتقول ايه؟ مين اللي وقع؟ بقول لك شادي حسين. شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا المهاجم اللي هو مميز جدا بشهاده الجميع، المهاجم اللي مستواه يسمح له يلعب في اي نادي في مصر بشهاده الجميع ايضا وقع على عقود انضمامه للنادي الاهلي. وقع على عقود انضمامه للنادي الاهلي واصبح لاعبا في النادي الاهلي من بدايه الموسم الجديد هتلاقيه لابس التيشيرت الاحمر تيشيرت النادي الاهلي دي قصه المهاجم في اكتر من مهاجم في مهاجم تاني اجنبي في اكتر من لاعب هيرحل على النادي الاهلي بدايه الموسم الجديد ممكن يوصلوا لسبعة ثمان لعيبه قصه كبيره جدا وكلام كتير جدا عن صفقات النادي الاهلي بس لو فضلنا كل شويه نتكلم عن صفقات النادي الاهلي مش هنخلص او الصفقات اللي النادي الاهلي بالفعل شغال عمال بيتكلم عليها يعني تعال النهارده ندردش مع بعض في فكره الاهلي بيتفاوض مع مين طب ما انت عندك اكتر من لاعب محمد حمدي عايز حد يلعب في مركز علي معلول الباك ليفت او الظهير الايسر طيب محمد حمدي مرشح بقوه طب محمود وحيد ما قاعد هيمشي محمود وحيد وكل القرارات وكل المصادر وضحت ان محمود وحيد خارج النادي الاهلي طيب اذا يبقى محمود وحيد خارج النادي الاهلي طب محمود وحيد ممكن يحصل صفقه تبادليه بينه وبين اي نادي ثاني ممكن يحصل صفقه تبادليه بينه وبين المدافع نادي فيوتشر او كوكاكولا بس نقول فيوتشر نادي فيوتشر محمود مرعي وممكن تحصل ما بين لاعب خط وسط طلاع الجيش السيسي عمرو السيسي برضه ممكن تحصل صفقه تبادليه ما بين محمود وحيد وعمر السيسي ولكن ده كله في الاول وفي الاخر كلام محمد حمدي مرشح وبقوه ويجن الانجليزي عايز ياخد ابراهيم عادل اللي كان عايز ياخده النادي الاهلي ولكن دلوقتي في مفاوضات ما بين انتقال احمد سيد غريب الى نادي بيراميدز وعود وانتقال ابراهيم عادل الى النادي الاهلي صفقه تبادليه ممكن تحصل ما بين الاثنين ومن خلال الصفقه التبادليه دي هيبقى احمد سيد غريب مقابل ابراهيم عادل وهيدفعوا مبلغ ثاني طبعا وجن الانجليزي نادي بيراميدز قال له عايز منك 5 مليون يورو 5 مليون يورو علشان ابراهيم عادل ينتقل الى وجن الانجليزي طبعا رقم بس ابراهيم عادل كمستواه كلاعب انا اتمنى انه يلعب بره ما يلعبش في مصر وما نسيبش اللعيبه تكون موجوده في مصر لان في مصر اللاعب مهما كان مستواه هيتهدم لكن لو سافر بره هتلاقي لعيبه مميزه جدا 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 وحط تحت دي 20 30 50 60 70 80 خط زي ما بيقولوا اذا يبقى في لعيبه كتير جدا في مركز خط الوسط لعيبه كتير جدا في مركز الهجوم لعيبه كتير جدا في مركز الدفاع لعيبه كتير جدا على طاوله النادي الاهلي طيب باختصار كده ريني فايرر هيرجع النادي الاهلي ولا لا لا قولا واحدا لا طيب ريكاردو سواريش هيرحل ولا لا لحد دلوقتي الحالي برضه لا دي الخلاصه بتاعت الكلام ده كله
عارف ان من ساعه ما فسخ العقد بتاعه مع كاشيما الياباني، ريني فايلر ومعظم الناس شغاله عماله بتتكلم، والمصادر كلها شغاله عماله بتتكلم على فكره ان فعلا يوجد مفاوضات رسميه ما بين النادي الاهلي وما بين فايلر، لانه طبعا خلاص فسخ العقد بتاعه مع كاشيما الياباني وبالتالي اصبح خالي. طيب ما انت ما تعرفش ان هو اصلا وكيل اعماله وضح وقال لك لا يوجد اي مفاوضات على الاطلاق ما بين النادي الاهلي وما بين ريني فايلر. طيب الراجل جاي له عروض، جاي له عروض من سويسرا ومش عارف فين وفين وكلام كتير جدا كده، وده وكيل اعلامه وكيل اعماله اللي قال كده. وضح لنا مصدر من النادي الاهلي. طب يا عم يوجد مفاوضات مع المدرب ده؟ قال لك لا، ما لا يوجد مفاوضات مع المدرب ده. ما الناس دي ارتجلت ازاي وجابت الكلام ده منين؟ اقول لك ارتجالات فقط لا غير. ما هي الا ارتجالات فقط لا غير، وكل الناس شغاله عماله بترتجل، لان طبعا الموضوع مهم جدا. انت عندك ريكاردو سواريش، لو هنيجي نتكلم على ريكاردو سواريش هل هو يصلح للنادي الاهلي ولا لا؟ انا بقول لك لا. هتقول لي ايه دليلك؟ اقول لك دليلي ان النادي الاهلي نادي كبير، انت جايب له مدرب اخره اصلا، او الانجاز الوحيد اللي عمله، وقلت الكلام ده مرارا وتكرارا، انجازه الوحيد ان هو خلى جيل في سنت البرتغالي في جدول ترتيب الدوري في المركز الخامس، هو ده انجازه الوحيد، ويمسك النادي الاهلي؟ ما انت انا مش عارف بصراحه. ده راجل يا جماعه بيدرب في الدرجه الرابعه والدرجه الثالثه والدرجه الثانيه، وده اخره، ده اخره في مصر هنا يبقى المدرب بتاع الدرجه الثانيه او الثالثه فقط لا غير، لكن ما يوصلش الاهلي ولا الزمالك ولا البيراميدز ولا اي نادي من الانديه دي على الاطلاق يا راجل. لكن يبقى مع النادي الاهلي؟ لا مش بس كده، يشارك مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا كمان مع الفطاحل بقى، مع 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 الناس اللي مع اللعيبه او الفرق اللي على وضعها. لا يصلح ريكاردو سويرش انه يكون موجود في النادي الاهلي على الاطلاق، واي حد يقول كلام غير كده اقول له ما تعرفش اي حاجه عن اي حاجه اصلا، لان تاريخه اللي بيقول كده مش انا على فكره. هتقولي طب ما موسيماني ملوش تاريخ، ازاي يعني ملوش تاريخ؟ لان بعض الناس اصلا على صفحتي على الفيسبوك لما بطلع لايف وبتكلم على حاجه زي كده فبيقول لي طب ما موسيماني ملوش تاريخ. هو موسيماني ملوش تاريخ يا راجل؟ ده انت موسيماني مع سان داونز الجنوب افريقي بس، الحاجه اللي عملها او الحاجات اللي عملها مع سان داونز بس تسمح له انه يمرن او يدرب اي فريق في افريقيا. موسيماني مع سان داونز الجنوب افريقي فاز على الاهلي 5 وفاز على الزمالك 3 وخد 5 دوري ابطال جنوب افريقيا، خد 5 عفوا دوري جنوب افريقيا 5 مرات مع سان داونز الجنوب افريقي. يعني هو خد الدوري الجنوب افريقي مع سان داونز 5 مرات، يعني تاريخه مع سان داونز الجنوب افريقي بس يسمح له يمرن الاهلي ويمرن الزمالك ويمرن اي نادي تاني. وانت طالع دلوقتي تقول لي لا لا يصلح؟ هو انت جبتها منين لا يصلح دي؟ او لا، او جبتها منين انت كلمه انه ملوش تاريخ وان هو عمل تاريخ في الاهلي؟ ده اضاف لانجازات موسيماني، اضاف في فرق لما انا اعمل اضافه في تاريخي وفي السي في بتاعي، وفرق لما انا اكون اصلا عندي تاريخ وجاي علشان او انا ما عنديش تاريخ وجاي علشان ابدا اعمل حاجه اسمي يذكر من خلالها. دي حته ودي حته تانية خالص خالص خالص. القصه باختصار ان ريكاردو سويرش لو كمل فعلا مع النادي الاهلي يا جماعه، انا بقولها لك وخدها مني معلش، هيجيب لجمهور الاهلي الضغط والسكر، وانا شخصيا ولا بنتمي للاهلي ولا للزمالك، بس هي دي وجهه نظري. اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس واعملوا لايك للفيديو ده.